ورجعنا لكم مستمعينا رفقة خبيرة الشعر والتجميل حرية شوية. خليو كنتكلموا على الصباغات الطبيعية لتلوين الشعر. أهلا بك لا حرية، مرحبا. الله يبارك فيك، صباح النور سنة علينا وعليك وعلى جميع المستمعين والمستمعات ديال ميد راديو داخل الوطن وخارج الوطن. الله يبارك فيك، شكرا لك بزاف لا حرية. اليوم غادي نتكلموا على الصباغات الطبيعية وتلوين الشعر بألوان هي طبيعية، ودائما المرأة كتبغي على أنه تصبغ الشعر ديالها بدون مواد مصنعة ولا كيماوية اللي ممكن أنه تضرب الشعر أو لا بالفروة ديال الراس، لوينات اللي هما طبيعيين. غير هو قبل ما نعطيو اليوم معاك ونعرفوا الألوان الطبيعية اللي غتقترحيها للسيدات على حسب الألوان، نبغيو أول حاجة نعرفوا شنو هي أهم نصائح تجميلية اللي ممكن أنك تقدمي للسيدات اللي بغاو أنهم يصبغوا الشعر ديالهم بألوان طبيعية، يعني صباغات اللي هي طبيعية. بالفعل سناء، دابا غالبا احنا مقبلين ان شاء الله على فصل الصيف، وحنا دابا بهاد الايام كلها الفتيات والنساء كيبغيو يبدلوا اللوك ديالهم، كيبغيو يبدلوا اللون ديالو. والاغلبيه ديال الفتيات بعض الاخطاء اللي كيديروها انهم كيديروا اللون شويه، كيحيدوا اللون الاخر وكيديروه مباشره مورا داك اللون. هذه من بين الاخطاء اللي ما خصهاش دار. كاين بعض الصباغات الكيماويه في المثال كديرها السيده وموراها كدير واحد الترطيبه، يعني ديك الصباغه ما عطاتهاش النتيجه ديال ديك الرطوبيه، عطاتها غير اللون وكتمشي تعاود عليه واحد الترطيبه اللي هي بمواد كيماويه، وهذا هو الخطير اللي كيأثر بشكل كبير على الشعر ولا فروه ديال الشعر. حنا اولا كنعرفوا الشيب اللي كيقلق النساء ودابا حتى الفتيات وحتى الرجال، لان الشيب مجرد ما كيبان، لان كيبان هو على حساب السن وعلى حساب المشكل العضوي داخلي. ملي كنقولوا حنا الشيب مثلا ملي كنوصل للسن ديال ما فوق الخمسين كيكون تقريبا عادي، هاد المساله كتكون طبيعيه، الميلانين كتبدا تنقص من طبيعه الحال. وحنا في ديك الفتره المبكره اللي كيبان الشيب كنزيدوا نهلكوا الميلانين ديالنا بديك المواد الكيماويه. علاش؟ ملي كيبان الشيب في واحد الفتره مبكره خصنا ضروري استشاره طبيه، لان هنا كيكون مشكل في الماده الصبغيه اللي عندنا في الجلد ديالنا وفي الشعر، هي اللي كتعطي الالوان الطبيعيه. هنا كيوقع تغيير في الجلد وكيوقع تغيير في الشعر. مش كنديروا حنا ملي النساء ملي كيشوفوا داك الشيبان هاملين داك الاستشارات الطبيه، كيبقاو يلتجؤوا للمواد الكيماويه لصباغات الشعر كيغطيو في داك في داك الفتره، يعني في داك المده اللي هي خصها تبان في العرس ولا في المناسبه. هذا هو الخطا، لان ملي كدير ديك الصباغه وتحيدها مثلا وتمشي تحضر بها راه كتزيد تازم المشكل. بلاص ما نعالجوا المشكل باستشاره طبيه وبالتغذيه اللي كتصحح لنا الميلانين ديالنا في الجسم ديالنا، كنلتجؤوا لبعض الاخطاء اللي كتكون عندها يعني نتائج سلبيه، وكيستعصى في ديك الوقيته العلاج سواء على البشره ديالنا ولا على الشعر ديالنا. الشيب ملي كيبان اش كنديروا؟ اول حاجه كنشوفوا التغذيه ديالنا واش متوازنه، واش عندنا المعادن في الجسم ديالنا الكافيه، وداك المعادن والفيتامينات هي من بينهم اللي كيقويوا لنا المادات الميلانين. والمادات الميلانين عندها جوج الادوار، الدور الاول كتحمي لنا البشره ديالنا من التصبغات، وكتحمي الشعر من الشيب، وكذلك كتسهل الفيتامين دي باش كيدخل الجسم ديالنا. ملي كنقولوا حنا الفيتامين دي ماشي غير كناخذوه صافي، حنا الباب اللي كيدخل منا الفيتامين دي هو الجلد. والجلد ديالنا ملي كنغطيوه بديك المواد الكيماويه راه واخا نخرجوا للشمس واخا نجريو واخا نجلسوا النهار كله في الشمس، الا ما كانتش الارضيه مجهزه باش يدخل الفيتامين دي راه ما غيدخلش، ما غنستافدوش منه، راه غنزيدو غير في المشاكل التجميليه بما فيها ظهور الشيب وكذلك البقع على البشره. كنقول للسيدات من هذا المنبر ان الشيب عنده اسباب كثيره، من بين الاسباب هي الوراثه. حنا كنعرفوا الشعر الجانب الوراثي فعلا، والجانب الوراثي حنا ما غنعرفوش، غادي يعرفوا الطبيب. يعني ملي كتمشي عند الطبيب كيدير لك التحاليل كيشوف الجينات ديالك وكيسولك، المهم هذه كتبقى الاختصاص ديال الطبيب. اما باش تمشي عندك الشيب وغتمشي للمركز ديال التجميل الصحي ولا هذا خطا، لان الخبير التجميل دائما كنقول ان الخبير التجميل ما كيداويش، فقط كيدير اللمسه الاخيره باش كيبان الجمال ديالك. انت باش كتوجد للشعر ديالك والجلد ديالك بالتغذيه والاستشاره يعني الطبيه، يعني داخل الجسم ديالك خصو يكون بطبيعه الحال، ونبتعدوا على المكملات الغذائيه اللي كيكون عندها واحد الضرر كبير على الصحه ديالنا. ومن بين الاضرار ان كيكون بعض المعادن عندنا في الجسم ديالنا وكناخذهم حنا كمكملات، وهذا هو الخطا. كتولي تسممات، كيوليو امراض، كيولي تساقط الشعر، كيولي تقصف الشعر، كيولي جفاف الشعر، لان حنا اي حاجه خصنا ناخذوها بواحد الطريقه يعني صحيحه. بان البقع، بان الشيب، اول حاجه نصحوا التغذيه ديالنا، لان التغذيه هي فيها كل شيء، فيها الدواء، فيها الصبغه ديال الشعر، فيها تجديد الخلايا بطريقه صحيحه، وخاصه ملي كناخذوا واحد التغذيه اللي فيها الخضار، فيها الفواكه، فيها بروتينات،
حيوانية طبيعية فيها بروتينات نباتية طبيعية، هذه كل فوائد الصحة ديالنا وكذلك الجمال ديالنا. سيدتي كنصحك اليوم إذا كان عندك مشكل ديال الشيب، هضرنا على استشارة طبية، هضرنا على الأخطاء اللي كترتكبيها بالميكس ديري الصباغة الكيماوية ومباشرة كتغيريها في ظرف سيمانة، الأقل أقل أقل, أقل تعالجي البشرة ديالك بالبروتينات الطبيعية من بعد الصباغة اللي ما تعطيك حتى شي مشكل على اللون. إلا خديتي في المثال درتي الصباغة الكيماوية ووقع لك مشكل في التقصف ولا جاتك حكة للشعر ديالك، هذه هي الأعراض اللي كتبان بالمشكل اللي كيبان على الفروة ديال الشعر، خاصة الناس اللي كيعانوا من الحساسية. مجرد ما تشوف هذا المشكل ما دير حتى شي مادة كيماوية، ما دير حتى شي شامبون فيه مواد كيماوية، التجئي فقط للنخالة والجزر. يعني عندك مشكل غتاخدي كاس ديال النخالة غترطبيه في كاس ديال الماء، تغليه وتصفيه، ومن بعد كتاخدي جزرة كتسلقيها نص سلقة وتطحنيها وتخلطيها مع ديك الماء ديال النخالة وتضيفي معها صفر بيضة بلدية وتحاولي تفركي به الفروة ديال الشعر، كتحد من المشكل ديال الحساسية وكتحد حتى من المشكل ديال تقصف الشعر، لأن ديك المادة الكيماوية هي اللي كان عندها تأثير على الشعرة ديالك وعلى الفروة ديال الشعر. حنا كنقولوا الشعرة البصيلات ديال الشعر باش كيتغداو، كيتغداو بالتغذية اللي كناكلو باش كتعاونهم هما كيولدوا واحد المادة البروتينية الطبيعية اللي هي لوسيبوم. يعني داك لوسيبوم إلا ما كانش طبيعي راه الشعر غيكون عنده مشاكل في التلوين وكذلك في في في, في, في المشاكل التجميلية بما فيها التساقط، يعني ظهور بعض البقع خاوية على الشعر. النصيحة الثانية أنك ملي تبغي دير شي صباغة كيماوية حاول واحد 3 أيام قبل 4 أيام غدير الشعر ديالك بالزبدة والعسل. يعني ملي كتاخدي الزبدة والعسل كون من بعد كتخفف من داك المفعول اللي غيقدر يأثر لك على الفروة ديال الشعر. ندهنوا به الشعر ديالنا والفروة ديال الراس. من طبيعة الحال كتبقى واحد المدة ديال ساعة ساعتين وتغسلي الشعر ديالك وديري الصباغة الكيماوية ديالك وتختار الصباغة من مكان يعني من الصيدلية. دابا ولا الصباغات كيتباعوا في الصيدلية لان فيها واحد النسبه ديالو ولا اظن لان كل الصباغات الكيماويه اللي كتكون الامونياك فيها قليله مثلا مقارنه مع الصباغات ولو غير غرام ديال الامونياك راه كيكون عنده تاثير سلبي على الصحه ديالنا وخاصه المراه. هادشي علاش اليوم بغينا مثلا نتكلموا على الصباغات اللي هما طبيعيين اللي ممكن اننا نصبغوهم في الدار، اكيد على انه ما كيعطيش اللون. يعني بالنسبه كاين بعض السيدات اللي كيكون مثلا اصلا لون الشعر ديالهم مثلا يعني اللون بني مثلا، فمن اللي كيديروه ممكن انه من المره الاولى يصدق ليهم ويجي اللون مزيان، وكاين اللي كياخذ وقت 3-4-5 ديال المرات فما فوق وما كيصبغوا بمواد طبيعيه عاد كيخرج اللون، فعلى حسب الدرجه ديال الشعر كيفاش كان اللون ديالو. هي ملي كيكون المشكل اللي كيكون المشكل في مثلا ديك ظهور الشيب وكتكون لامينانين ديالنا قويه وصحيحه يعني متينه فيها المواد اللي كتخدم بها، راه مجرد ما كدير وصفه بسيطه راه كيبان التاثير ديالها على الشعر. والوصفه الطبيعيه باش كيبان المفعول ديالها، اولا خصو يكون الشعر مغسول، كتغسلي الشعر بشامبوان اللي هو اللون ديال الصباغه اللي غديري، بحال دابا غديري الاكاجو ولا غديري البني ولا غديري الاسود، دائما عشبه اللي غادي تصبغي بها الشعر هي اللي غنديروها في الشامبوان وهي غنديروها كمحلول. اذا نبداو بهذاك المحلول هو الاول اللي حنا كنديروه، هو الاول باش كيطلق اللون كنشوفوا الماء يعني ولا فيه اللون يعني صفر او اللون حلو او مثلا اللون احمر هو البني. هذا مثلا شنو نبداو مثلا نبداو بالاكاجو لان الاكاجو غالبا دابا كيبغيوه مطلوب دابا هاد الايامات. اولا الشامبوان ديال الاكاجو ناخذو الكركديه، ناخذو جوج معالق ديال الكركديه نضيفو عليهم جوج كيسان ديال الماء وكنخليوهم يغليو مده 4 دقائق ونغطيوهم، نطفيو البوطا ونغطيوهم واحد المده ديال ساعه ساعتين. الكركديه في جوج كيسان ديال الماء، جوج كيسان ديال الماء ونخليهم يطلقوا مزيان. حتى كيطلق مزيان ويبرد كنصفيو داك الماء كنقسموه على جوج، واحد كنديروا فيه معلقه وحتى لجوج شامبوان الاطفال. ايه ونخترو الشامبوان، دابا كاين ديال البابونش كاين ديال الكركديه ولاو جونس يعني شامبوان الاطفال فيه ولا ديال البابونش ولا ديال الكركديه يعني ولاو فيه الاشكال. داك الكاس الاخر غنخليوه بخاخ، غنخليوه في واحد القريعه نخليوه في الثلاجه باش نمشيو للصباغه. الصباغه دائما حنا كنعرفوا الطماطم، هذه ربما المستمعات غاديهم جديده، المطيشه يعني ملي كتقط لك على حوايجك راه كتخلي لك طاش. اذا حنا بغينا الشعر ذهبي وبغينا الشعر اكاجو، غناخذوا العصير ديال المطيشه ملي نغسلوا الشعر ديالنا نشفوا بالفوطه مزيان، كناخذوا داك العصير ديال المطيشه كندهنوا به الشعر ديالنا هو الاول، كنخليوه واحد المده ديال ساعه حتى لساعتين ونغسلوا الشعر ديالنا عادي. هالطريقه ديال الطماطم الناس اللي عندهم اللي باغيين يصبغوا بالاكاجو واللي باغيين يصبغوا بالاشقر، يعني كيتثبت اللون وكيعطي واحد اللون رائع. كنخليوه واحد المده ديال ساعه ساعتين حتى كتنشف داك الماء ديال العصير ديال المطيشه في الشعر ديالنا مزيان، كيكون كعلاج لحد من تساقط الشعر وكذلك التهيئ الارضيه باش تصبغ الشعر.
اذا بالنسبه للخلطه، الخلطه فيها جوج معالق ديال الكركديه وجوج معالق ديال القشور الرمان وواحد المعلقه ديال الشوكولاط الاسود، لان الشوكولاط حنا كنعرفوا الشوكولاط فيه واحد المعدن ديال النحاس، والنحاس هو المعدن الوحيد اللي الميلانين كتستقبله بواحد الطريقه وكيعاونها، يعني هو هو العمود ديال الميلانين. كنضيفوا داك المعلقه ديال الشوكولاط الاسود، وكنضيفوا ثلاثه المعالق ديال زيت العود، معلقه صغيره ديال الملحه، ومن الاحسن الملحه اللي نضيفوها على الصباغات الطبيعيه ناخذوها من الصيدليه لان فيها اليود، وكنعرفوا النسبه اللي غنديروا، كنديروا معلقه لان كتثبت اللون، كناخذوا معلقه وثلاثه المعالق ديال زيت العود. حنا كنعرفوا زيت العود غنيه بالفيتامين او، غنيه بالمعادن اللي الشعر ديالنا محتاج ليها. كنخليوا هاد المكونات على الجانب، كنمشيو للكسرونه، كنديروا فيها جوج كيسان ديال الماء، معلقه ديال الكركديه، ومعلقه ديال اتاي حبوب، يعني اتاي اي نوع ديال اتاي، وحتى الا كانت اتاي ديال الخنيشات نديروه ليبطون، يعني نديروه في بلا ما نذكروا اي الخنيشات، بلا ما نذكروا ديال اللي في الاكياس، اي الشيء اللي في الاكياس كنخليوه يغلي واحد المده ديال 5 دقائق، ومن بعد كنطفيو البوطون، نخليوه يترقد مزيان داك المكونات، وداك الماء هو اللي كنخلطوا به هاد الخلطه. ملي كنخلطوا الخلطه كنخليوها ترتاح واحد المده ديال 30 دقيقه، وعاد كنديروها على الشعر ديالنا وكيكون الشعر مغسول. هاد الخلطه كنخليوها ساعه حتى لساعتين، ومن بعد كنغسلوا الشعر ديالنا عادي، وملي كنغسلوا كنرشوه بالبخاخ اللي فيه المكونات اللي خلينا من الكركدي. هذا لون كيعطيه رائع وكيغطي حتى الشيب، يعني كنوليو عندنا صباغه طبيعيه اللي حنا صايبنا بهاد المواد اللي ذكرتي، كنوليو كذلك عندنا المحلول اللي كنبقى نرشوه كبخاخ فوق ما يكون عندنا الوقت نرشوه، وكذلك عندنا داك المحلول ديال الكركدي كنخلطوه مع الشامبو الاطفال فاش كنبغيو نغسلوا الشعر ديالنا، باش كنبقاو مثبتين هذاك اللون ومحافظين عليه. وفي الغسيل في الحمام كدو معنا الغسول مفزق بالماء ديال الكركدي، يعني ملي كنغسلوا الشعر ديالنا. بالنسبه للناس اللي باغيين اللون احمر، اللون الاكاجو يعني الاحمر. غير هي بالنسبه للبخاخ راه واخا بعض الفتيات ولا كيصوبوا الشعر ديالهم، ناخذوا رؤوس الاصابع ونحاولوا ندلكوا الفروه ديال الشعر بهذا المحلول هذا، نرشوا باش الشعر يبقى مصوب ما يخسر لهمش، ولكن نركزوا على الفروه ديال الشعر، ندلكوا ملي كنجيو نعسوا بالليل كنقويوا هنا الماده الميلالين ديالنا، وكنخليوا داك الزغبه اللي غادي تطلع ما كتطلعش بيضاء بزاف، يعني اللون ديالها كيبهت، هنا كنكونوا حصلنا على لون طبيعي، علاج للشعر، وكذلك المشكل ديال التقصف ديال الشعر، المشكل ديال الجفاف الشعر، كنعالجوه في نفس الوقت وكنلونوه بطريقه سليمه وطبيعيه، وحتى المراه الحامل يمكن لها ديرو. بالنسبه للشعر الاسود، حنا غالبا دابا العيالات كيقول لك الشيب ما كيطلعش اللون الاسود، نفس الطريقه، اش كنديروا؟ كناخذوا الزريعه الكحله. زريعه الكحله معروفه عند اللي كناخذوها مقليه، كناخذوا منها ثلاثه المعالق اربعه المعالق، كنحاولوا نهمشوها شويه، كنطيبوها في جوج كيسان ديال الماء، ملي كنطيبوها كنخليوها حتى كطلق، يعني اللون ديالها كيولي بحال اسود شويه، كنصفيو داك الماء كناخذوا منه جوج كيسان، كاس واحد كنديروا فيه معلقه ديال الشامبو للاطفال، والمعلقه الثانيه والكاس الثاني كنخليوه بخاخ. كنمشيو هذا بالنسبه للمحلول اللي غنرشوا به، وبالنسبه للشامبوان. بالنسبه للمكونات كناخذوا جوج معالق ديال السلميه مطحونه، كناخذوا جوج معالق ديال الريحان، ونتمنى انني ما نكونش كنزرب جوج معالق ديال السلميه وجوج معالق ديال الريحان، ومعلقه حتى جوج ديال قشور القرقع. الريحان والسلميه وقشور القرقع هادو معالق كبار، كنضيفوا معاهم معلقه ديال اتاي حبوب، يعني الشاي الاسود. كنضيفوا صفار بيضه بلديه، معلقه ديال الملحه، من الاحسن راه كتباع في الصيدليه الملحه اللي فيها اليود، وكنضيفوا ثلاثه المعالق ديال زيت العود، هادو الاضافات اللي زيت ديال الملحه والبيض والزيت كيتثبت اللون. كنمشيو للكسرونه، الكسرونه كنديروا فيها جوج معالق ديال الريحان، جوج معالق ديال الريحان، ومعلقه ديال ازير، ومعلقه ديال السلميه، جوج كيسان ديال الماء، يغليو هاد المكونات، نخليهم كيرتاحوا في داك الكسرونه حتى كيشد اللون مزيان في الماء، وداك الماء هو اللي كنخلطوا به الخلطه. نخليوها ترتاح 30 دقيقه، ومن بعد كنديروها على الشعر، نخليوها ساعه ساعتين. هي الوصفه الطبيعيه يمكن نديروها حتى جوج مرات في الاسبوع، حتى ثلاث مرات في الاسبوع بدون تخوف. نخليوها نغسلوا الشعر ديالنا، غير هو ملي كنغسلوا الشعر ديالنا شامبوان طبيعي حنا خديناه من القشور ديال الزريعه، من الزريعه والقشور ديالها، ومشينا للغسول باش فزقناه بالماء ديال الريحان والماء ديال السلميه، يعني داك الغسول ديالنا المغربي الاصيل
كنضيفوا عليه اضافات. حنا كنعرفوا الغسول فيه واحد المعدن ديال السيلينيوم اللي هو طبيعي واللي الشعر كيحتاجه في يعني في الرطوبيه باش كيترطب الشعر، وفي داك التجاعيد داك التقصف ديال الشعر ما كيبقاش. اذا من ديك الغسول كنفسقوه بالماء ديال السلميه ولا الماء ديال الريحان. عندك الريحان ديري الريحان، عندك السلميه ديري السلميه. يعني دائما في الصباغات كيكون عندنا صباغه كنصبغوا بها الشعر ومحلول اللي كنخلطوا مع الشامبوان باش نغسلوا به الشعر ديالنا، ونفس ومحلول اللي كنرشوا به هكا بخاخ بخاخ للشعر باش كنثبتوا. بالنسبه للبخاخ الاضافي، يمكن للسيده اللي ما عندهاش الزريعه يمكن لها دير بخاخ من الزعتر والازير والسلميه، يعني كتاخذ جوج معالق ولا معلقه كبيره نغليوها في كاس ديال الماء نصفيو، وداك الماء هو يكون بخاخ على الشعر، يعني بالنسبه للون الاسود. بالنسبه للشعر الاشقر، الاشقر حنا كنعرفوا غالبا دابا الفتيات كيبغيو يفتحوا اللون ديالهم، باش كنفتحوا اللون مواد طبيعيه اييه بحال كناخذوا القشور ديال البصله، يعني البصله ملي كنقشروها الحمراء كناخذوا القشور ديالها كنطيبوها في كسرونه جوج كيسان ديال الماء حتى جوج ونص كيسان ديال الماء، كنصفيو داك الماء، داك الماء عاوتاني كنقسموه على جوج، النص كنخليوه بخاخ إيه. والنص كنديروا فيه معلقه ديال الشامبون الاطفال. على ذكر القشور ديال البصله يمكننا يتعوض بالبابونج، دابا البابونج راه موجود، وكاين واحد الزهره بحال البابونج راه ليمونيه راه موجوده بزاف، نتمنى النساء يجمعوها راه عجيبه في تلوين الشعر وكذلك الحد من التقصف والتساقط الشعر. ملي كناخذوا ذاك الماء كنديروا فيه واحد كنديروا فيه معلقه ديال الشامبون الاطفال هو اللي كنغسلوا به الشعر، والبخاخ هو اللي كنرشوا به الشعر ديالنا. كنمشيو للصباغه، الصباغه شنو كنديروا فيها؟ كنديروا فيها جوج معالق ديال البابونج مطحون، جوج معالق ديال البابونج مطحون، وكنضيفوا معاه تقريبا واحد معلقه ديال الخرقوم بلدي مصوب على اليد، الخرقوم البلدي. كنمشيو راس معلقه ديال الزعفران شعره، زعفران شعره كنحاولوا نسخنوه شويه وكنحكوه ما بين يدينا وكنضيفوه مع هذه المكونات. كنضيفوا معلقه كنضيفوا واحد المعلقه ديال القهوه، القهوه العاديه ماشي سريعه الذوبان، القهوه العاديه اللي كنطحنوها عند مول المهم كنطحنوها في الحانوت. معلقه كبيره صفار بيضه بلديه، معلقه ديال الملحه، معلقه صغيره ديال الملحه في جميع الوصفات، ثلاثه المعالق ديال زيت العود. كنخليو هاد المكونات، كنمشيو للكسرونه كنطيبوا فيها ثلاثه المعالق ديال البابونج وتقريبا واحد القشور ديال البصله وحده، كيغليو هاد المكونات جوج كيسان ديال الماء، نصفيو داك الماء، وداك الماء هو اللي كنخلطوا به هاد الخلطه هادي. كنخليوها واحد المده ديال 30 دقيقه، لان كل الوصفات الطبيعيه نخليوها ترتاح 30 دقيقه. من بعد كيكون الشعر ديالنا مغسول، نشفناه مزيان بالفوطه، درنا هاد الخلط هاد الصباغه هادي، خليناها مده ديال ساعه حتى لساعتين حتى ثلاثه ساعات ماشي مشكل، ومن بعد كنغسلوا الشعر ديالنا عادي. بالنسبه للغسول، الغسول الاضافات اللي كنضيفوا له الماء ديال البابونج، يعني كناخذوا البابونج جوج معالق حتى ثلاثه المعالق، وحتى ديك الزهره اللي كاينه دابا في بحال البابونج هي الورده ديالها كبيره، جمعوها العيالات راه مهمه للشعر وتلوين الشعر. كنصفيو داك الماء وبه كنفزقوا الغسول، ومن بعد ملي كنغسلوا الشعر ديالنا كناخذوا داك الغسول وكندهنوا به الشعر ديالنا اللي مشبع بداك المكونات ديال البابونج، ومن بعد كنغسلوا الشعر ديالنا عادي وكنبقاو بداك البخاخ ديال البابونج نرشوا به الشعر ديالنا. إلا سمحتي تفكرت واحد الحاجه، دابا ما حنا في فصل الربيع وتبارك الله داك بالعمال متوفر، وفعلا كنت عطيتي يعني واحد النقطه مهمه جدا على اساس ان العكر الفاسي نصيبوه بالعمال دوك الوريقات ديالو ونيبسوه ونطحنوه ملي كيتكرم، وكنطحنوه وكنحصلوا على بودره اللي هي حمراء ديال بالعمال حتى هي تلاقى. تفكرت دابا مع الاكاجو، يمكننا ندير في الاكاجو، يلا غادي نعطي ديال بالعمال. بالنسبه للاكاجو غادي سيبها تبارك الله مع نزاهه والناس كيخرجوا، يعني ممكن انهم يعني ياخذوا كميه ديال بالعمان هكا وريقات ديالو. هي بالعمان يمكننا ناخذوا الوريقات مثلا كاس ديال الوريقه ديال بالعمان كنضيفوا عليه جوج كيسان ما كنطيبوش، كنضيفوا عليه جوج كيسان ديال الماء طايب ونخليه وهيبات يرتاح. هذاك بخاخ رشوا به بالنسبه للون الاكاجو، رشوا به الشعر ديالنا الاكاجو والبشره ديالنا، راه مضاد للتجاعيد 100%. بالنسبه كذلك نبقاو في اللون الاكاجو كناخذوا تقريبا واحد جوج معالق ديال بالعمان مطحون، يعني باش تاخذي جوج معالق راه خصك واحد الكميه كبيره ديال بالعمان، يعني كل مره جيب شويه ونشفيه ونخليوه حتى كينشف وكنطحنوه. كنضيفوا معاه صفر بيضه بلديه، كنضيفوا معاه ثلاثه المعالق ديال زيت البلديه، يعني صفر بيضه بلديه وثلاثه المعالق ديال زيت البلديه، وكناخذوا معاه معلقه ديال الملحه وجوج معالق ديال بالعمان، وضيد اضافه ديال الكركديه واحد المعلقه ديال الكركديه. هذه صباغه. كنمشيو للكسرونه اللي غنطيبوا الماء اللي غنخلطوا بهذه الخلطه الاكاجو، كنديروا البلعمان كيطيب يعني كنكبوا ما كنطيبوهش، كنديروا ديك الوريقه ديال بلعمان جهد كاس ولا جوج كيسان، كنكبوا عليه جوج كيسان ديال الماء طايب
كنخليه واحد حتى كيولي اللون ديالو تقريبا يعني مدادي في الموف، كنخليوه مزيان وبه كنخلطوا هذه الخلطه هذه والبخاخ والشامبوان كذلك من باللعمان، يعني كنديروا باللعمان كناخذوا منه كناخذوا منه جوج كيسان، كاس واحد كنضيفوه معلقه ديال الشامبوان الاطفال هو كيغسل الشعر، والبخاخ الاخر كنرشوا به الشعر اللون اكاجو، يعني كيعطي واحد اللمعان واحد اللون غزال للشعر. قبل ما ناخذ المكالمات الهاتفيه عطينا سي باغا اللون اكاجو، اللون الاشقر، اللون الاسود، نمشيو دابا اللون البني. اللون البني بالنسبه للون البني كناخذوا الشوكولات الاسود، ناخذ منه 3 المعالق الشوكولات الاسود، معلقه ديال القهوه عاديه ماشي سريعه الذوبان العاديه، نضيفوها مع داك الشوكولات، صفار بيضه بلديه، راس معلقه ديال العكر الفاسي يكون حر، راه كاين دابا ولا كيتباع في واحد القريعه صغيورين، راه كيدير على اظن كيدير 80 درهم القريعه، غتحاولي تاخدي شويه بحال غتخشي معلقه يلا غادي راس معلقه حيت كيكون مجهد بزاف، غتاخدي صفار بيضه بلديه، 3 المعالق ديال زيت العود، لان زيت العود وصفار بيضه بلديه والملحه، البيض اللي كنعرفوا حنا فيه الفيتامين دي واحد النسبه عاليه، وكنفضل دائما البيض البلدي الدار في الوصفات الطبيعيه سواء على البشره ولا على الشعر ديالنا، لان فيه بروتينات طبيعيه وفيه واحد النسبه ديال الفيتامين دي، وكيقوي لنا الماده الميلانين في الفروه ديال الشعر ديالنا وكذلك في الجلد ديالنا. معلقه ديال الملحه، 3 المعالق ديال زيت العود، الكسرونه كنمشيو كناخذوا معلقه حتى جوج معالق ديال القهوه، كنطيبوهم في جوج كيسان ديال الماء حتى المهم مده ديال كتلك الماء كيولي قهوي، نصفيوه كناخذوا نخلطوا به الخلطه. بالنسبه للشامبوان اللي غنديروا اللون الاكاجو، كناخذوا القشور ديال اللون البني، كناخذوا القشور ديال البصله دائما، لان القشور ديال البصله كيعطونا الضوغي الا خلطناه مع الا خلطناه مع الخرقوم ومع البابونج، وكيعطونا اللون الماغو الا خلطناه مع الشوكولات والمكونات الاخرى. يعني كناخذوا داك الماء كنقسموه على جوج ديال الماء البصله، كنديروا الماء واحد كنديروا فيه اضافه ديال الشامبوان الاطفال، والاخر كيكون كبخاخ على الشعر ديالنا، ويمكننا كذلك اللون البني نحصلوا عليه من الجزر، يعني كناخذوا جزره وحده ونحكوها ونطيبوها في كاس ديال الماء، وداك الماء كنصفيوه هو اللي كنديروه بخاخ على الشعر ديالنا، يعني كيعطي واحد اللون ماغون ذهبي كيميل للاشقر، يعني واحد اللون رائع كيجي من هاد الشوكولات والقهوه. هذو الالوان اللي طبيعيه اللي طبيعيه، وهذو هما الالوان اللي هي يعني والناس اللي عندهم الشيء باش يتبدل من اللون يحاولوا الاسبوع كله يكون عندهم بخاخات على حساب اللون اللي عطيت، يعني باش ملي كدير الصباغه كيتثبت اللون، وما ينساوش على انهم حتى الشامبوان يضيفوا ليه المحلول على حسب اللون اللي هما حسب اللون اللي باغي، يبقى دائما داك اللون مثبت، ونديروا ثلاث وصفه طبيعيه، المزايا ديالها ان كنديروا 3 المرات في الاسبوع وبدون تخوف. غادي ناخذ اول مكالمه معنا، معنا سميه من وجده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله سميه، مرحبا. كي داير اختي سناء؟ لاباس عليك؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. مرحبا سميه. كي داير لاله حوريه الشويخ؟ لاباس لاله، بارك الله فيك. الله يخليك، انا بغيت السؤال، عندي شعري طويل وحال كيطيح لي من الجدره ديالو. شحال في عمرك؟ في عمري 17 سنه. ما عندك حتى شي مشكل ديال فقر الدم ولا؟ لا ما عنديش. العاده الشهريه كتجيك مزيانه؟ مزيانه. شنو شوف الشامبوانات اللي كتغسلي بهم والطريقه اللي كتعملي بها مع شعرك، ولا فايت دايره الترطيبه ولا درتي شي ترطيبه لشعرك، درتي شي صباغ؟ ما كندير حتى شي ترطيبه، كندير له غير هكا الهنديه ولا الزاز والحنه. مزيان. زيت بلديه. وعمرك ما مشيتي عند الطبيب؟ لا. حاولي ديري تحليلات، ديري واحد التحليله ديال الدم ياك، وعطيني النتيجه ديالها وغادي نوريك شنو ديري لشعرك، حيت ملي كيكون عندك هي واحد السؤال اخر. ايه. عندي الام ديالي فيها التنفس وجهها. كان عندها ولا حتى ولدت ولا عاد ولا عندها؟ لا بحال اللي ولدت عاد ولا عندها. حتى ولدت عاد ولا عندها؟ واش فايت لا دارت شي كريمه لوجهها؟ لا ماماها ما دارت شي كريمه لوجهها. واخا بالنسبه للكلف ديال الحمل وديال الولاده راه كيحيد مع الوقت، غير هي بالنسبه باش تحاول تخفف منه وتحيدو ان شاء الله، غتحاول تاخذ معلقه ديال اللوز، معلقه ديال اللوز، وتاخذ واحد اللفته تحاول تغسلها مزيان بالقشور ديال ديرها في كاسرونه مع 4 كاس ديال الماء، ديك اللفته تحاول تحكها ولا تقطعها طريفات صغار، دير مع هذيك شويه ديال الماء تغلي، تطفي البوطه تخليها تبرد شويه، طحن ديك اللفت وتضيف معاه ديك المعلقه ديال اللوز، وتضيف معاه قطرات من اما من الحامض ولا من البرتقال، اللي عندك البرتقال دير واحد المعلقه صغيره، عندك الحامض دير معلقه صغيره، ومعلقه صغيره ديال العسل، تخلط هذه المكونات وديريها قناع على وجهك، انت قبل ما ديري القناع
حاولي تنظفي وجهك بالماء ورد، يعني خذي الماء ورد يكون طبيعي، وإلا ما عندكش خذي غير الورد البلدي كبي عليه كاس ديال الماء خلي حتى كيطلق مزيان هذاك هو تنظفي به وجهك، وديري القناع ملي تجي تنعس بالليل حاولي تاخدي واحد الخياره كتحكوها نص خياره بالقشور ديالها كتخليوها في هذه القريعه ديال الزاج كتضيفوا عليها جوج معالق ديال الحليب السائل وهذاك هو اللي تبقى تمسح به وجهك الليل يوميا مده اسبوع. من بعد الاسبوع الثاني كديري واحد التقشير طبيعي اللي هو بالماء ديال الرز والحليب، يعني ملي كديري اسبوع ديال الوصفات الناس اللي عندهم الكلف كتاخدي الماء ديال الرز يعني منه ثلاثه المعالق معلقه صغيره ديال الحليب غبره، وكنفضل دائما حليب ديال الاطفال، كتخليه ينشف على الوجه ديالك حتى كتحسي بالوجه ديالك تجبد، كتاخدي الاصابع ديالك دهنيهم بالزيت وديري واحد التقشير طبيعي يعني كتحيد ديك الخلايا الميته باش الا درتي شي مكون طبيعي الخلايا كتجدد بطريقه صحيحه، وحتى الكلف كينقص. يعني الاسبوع الاول كديري الاقنعه وديري التقشير، الاسبوع الثاني كديري نفس القناع وكديري التقشير مده 15 يوم وعطيني النتيجه. والماكله طبعا تاخدي الخضر بزاف، وحاولي تاخدي الخضر المبيضه اللي فيها مواد كتساعدنا على التبييض اللي فيها واحد النسبه ديال فيتامين سي وفيها واحد النسبه ديال فيتامين ا. كنفضل انا ديري ربعه ديال الجزر وربعه ديال القرعه الحمراء وربعه ديال اللفت الابيض، يعني كطيبيهم في الماء الكافي مع شويه ديال المعدنوس وشويه ديال المليحه وطحنيها وتكون عندك شوربه هذه العشاء ولا تفطري بها وداومي عليها واحد المده راه كتعطي نتيجه فعاله لحد من الكلف. واخا نتمنى تكون سجلت هذه الامور وتلتزم بهذه النصائح. ناخذ ام نعمان من سلا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ام نعمان مرحبا، الله يبارك فيك. شكرا. كي دايره لالا حوريه؟ لاباس لالا، بارك الله فيك. بغيت نسولك واحد السؤال، عندي مشكل في شعري كيطيح لي بزاف. شحال في العمر دي؟ عندي دابا 28 سنه. ما عندكش مشكل ما كداويش على شي حاجه؟ لا مؤخرا ملي درت التحليله ديال الفيتامين دي حسيتها عندي هابطه بزاف، دابا كنداوي عليها. وحاولي تزكي شويه بالتغذيه لان الفيتامين دي لا كنقص في الجسم كيعطي تساقط الشعر. داكشي اللي لاحظتيه، بقيت عندي تساقط في الشعر بزاف. حاولي تاخدي الزيت الدجاج البلدي، خدي الحوت بكثره، حاولي تركزي على السردين على الصوموت، حاولي تاخدي واخا غير ربعه ولا نص كيلو، وحاولي قسميه سلقيه مع الخضيره ومع اللفت مع خيزو، وحاولي تاخدي الشربات بزاف، وركزي على البيض البلدي، وركزي بزاف على الكافيار على البيض ديال الحوت. حاولي تستهلكيه في الماكله ديالك، يعني فيه واحد النسبه عاليه ديال فيتامين دي، ومع الدواء ديال ان شاء الله غتولي عندك النتيجه يعني ايجابيه. فعلا التغذيه السليمه. الشعر ما عنديش شي ماسك يمكن نديروه على حساب دابا بنقص الفيتامين دي يعني باش يقير. انا غادي نعطيك قناع، انا نعطيك القناع باش يحد من هذا المشكل. غتاخذي صفار بيضه بلديه، غديري معلقه ديال الزعتر ومعلقه ديال الريحان، معلقه ديال الزعتر ومعلقه ديال الريحان. غتاخذي بصله وحده محكوكه، تاخذي غير الماء ديالها حمراء ياك، البصله الحمراء، تاخدي هاد تخلطي هاد المكونات مع جوج معالق ديال زيت العود. قبل ما تديري وضعي هاد القناع خصو يكون شعرك مغسول، وحاولي تفادي المشيط باي مشطه ديال الميكا، يعني المشطه اللي ماشي صحيه للشعر، لان ديك الميكا اللي مصوبه بها المشطه راه كيكون عندها تاثير على الفروه ديال الشعر. حاولي تاخدي المشطه ديال الخشب، دلكي شعرك عادي برؤوس الاصابع ودلكيه اول مره بالماء ديال البصله بوحده، وبقاي واحد المده عاد ديري لهاد الخلطه اللي عطيتك، خليها ساعه ساعتين وغسلي شعرك. البصله ولا ما زدتش معاها البصله؟ باش ندير البصله في الاول؟ لا دابا البصله نعاودها معاها. لا الماء ديال البصله ملي غتحكي البصله شويه غتحكي به هو الاول بوحده، وتبقاي 10 دقائق وعاد اللي بقى غتخلطي مع الخلطه اللي عطيتك. نخليها ساعتين تما كانت شعرك. وبالنسبه للغسول، الغسول اللي غتغسلي به شعرك في الحمام، غتاخدي الغسول غديفي معاه معلقه ديال الزعتر وداك الالويفيرا ماشي الهنديه الدرقة، غتاخدي ديك الماده الهلاميه ديالها غتخلطيه مع ديك الزعتر والغسول، تخلطيه تخليه يفزك مزيان، وملي تسالي الغسيل ديالك غدهني شعرك بهذا المكون وخليه واحد 15 دقيقه، ومن بعد غسلي الشعر ديالك عادي وشليه دائما بالخرطال في الاخر ولا الزعتر. وبالنسبه للشامبوان عافاك؟ الشامبوان غتاخدي اما ديال الزعتر ولا ديال الازير ولا ديال المعدنوس، غتاخدي في مثلا كاس ديال المعدنوس مقصص ولا كاس ديال الزعتر ولا كاس ديال الازير، غضيفي عليهم جوج كيسان ديال المطايب ما تغليهمش، ضيفي عليهم المطايب وغطيهم خليهم حتى يطلقوا مزيان، وتصفي ذاك الماء اي اما ديال المعدنوس ولا الزعتر ولا الازير، تضيفي معاه جوج معالق ديال الشامبو للاطفال، هذا كافي باش تغسلي به شعرك. ما كاين حتى مشكل، غير انت في التغذيه حاولي تبعدي الحاجه المقليه، الماكله اللي فيها المصنعات الفورس، كل شيء تبعد عليه، ركزي بزاف على الماكله اللي فيها الالياف بزاف باش تعاون باش ضروري. معنا نوره من اكادير نتعرفوا على التساؤل التجميلي ديالها. الو نوره.
الو. وعليكم السلام ورحمه الله نوره. مرحبا. الله يبارك فيك، شكرا لك بزاف على تواصلك معنا. تفضل نوره، شنو تساؤلك؟ ممكن نهضر مع الخبيره؟ ايه تفضلي. السلام عليكم كبيره الخبيره ديالنا لاباس عليك؟ لاباس بارك الله فيك. سمحتي ديرها وباغلوغ تحيديه الله يخليك ولا ياك ما عندك شي حاجه كدير شي حاجه كت دابا كتسمعيني مزيان؟ يلا واخا تفضلي، واخا شويه ولكن نحاول ناخذ بعجاله التساؤل ديالك. واخا تفضلي. انا كيتساق لي الشعر ديالي بزاف، يعني عندي تساقط شويه كثير وما عرفتش شنو ندير له. ما عندك شي مشكل صحي؟ لا يلا كنا كنتكلموا على تساقط الشعر. لا لا ما مشيتي عند الطبيب؟ شحال هادي ما شفتي الطبيب؟ تقريبا 6 شهور دابا. درتي التحاليل ما عندك حتى شي مشكل؟ اه ما عنديش حتى شي مشكل، راه كيتساقط ليا. لا هو ملي كيكون عندنا تساقط الشعر راه كيكون المشكل كاين يعني اما في سوء التغذيه، اما في الطريقه اللي كتعاملي بها مع شعرك، اما استعملتي شي مكون على شعرك، اما شي شامبوان على شعرك، يعني الفروه ديال الشعر ولا البصيلات ديال الشعر كيتاثروا باي حاجه، يعني سواء تغذيه ولا عندك شي مشكل مرضي ولا المشكل اللي كتعاملي به مع شعرك. الشعر حتى هو الشعر خصنا نتعاملوا معاه راه بحال اللي كنتعاملوا مع شي حاجه ديال الكريستال، يعني ممكن نمسحوها، عندك طيح، عندك تهرس، عندك مهم. بالنسبه للشعر خصنا نشبعوه، خصو يكون تدليك باش الدوره الدمويه كتنشط في الفروه ديال الشعر. خصنا التغذيه الكافيه، يعني كنقولوا التغذيه كافيه، خص الدم يكون متشبع من المعادن كلها وبما فيه المعدن ديال الحديد، لان المعدن الوحيد اللي كيوصل الدم للفروه ديال الشعر هو الحديد، لان الحديد كيعطي للدم واحد النسبه ديال الاكسجين، كيعطيه بحال واحد القوه باش كيمشي للرؤوس الاظافر، كيمشي للفروه ديال الشعر والبصيلات ديال الشعر باش كيغذيها مزيان. ملي كيكون نقص عندنا في الدم، يعني اي مكون عندنا ناقص الا ويكون عندنا مشكل ديال تساقط الشعر. كذلك بالنسبه للتدليك، غالبا الناس كتمشط شعرها في مثال كتغسل شعرها ودير واحد الفولار على شعرها 3 ايام 4 ايام كتغسل شعرها، هذا هو الغلط. دائما الشعر خصو تدليك يوميا في الليل، خصو بخاخ، يعني باش كنغديوه مزيان كنديرو بخاخ. كاين غير قشور ديال البيض البلدي، الا خدينا غير قشور ديال البيض البلدي طحناهم، خدينا منهم واحد 2 معالق ودرناهم في واحد القرعه ديال الزاج، وضفنا معاهم معلقه ديال الزعتر، وضفنا معاهم كاس ديال الماء طايب، ومن بعد كنضيفوا اضافات اما معلقه ديال زيت اللوز ولا معلقه ديال زيت العود. هذا بخاخ نبقاو نرشوا به الشعر ديالنا، مغذي للشعر بواحد الطريقه يعني جميله. بالنسبه في الصباح ملي نوضوا دائما نحاولوا نرجعوا شعرنا للقدام، وندلكوا الشعر ديالنا برؤوس الاصابع، ودائما ندلكوه بالمحاليل الطبيعيه. المحاليل دابا كاين الفواكه، كاين الخضار، كاين غير السبانخ. السبانخ غالبا الناس ما كيعرفوش الافاده ديالو، وخاصه الناس اللي عندهم مشكل ديال الشيب. الا خدينا السبانخ مثلا وجبناه وقطعناه وخدينا هذاك الماء ديالو، هذاك نديروه في واحد الانيه ديال الزاج ونبقاو ندلكوا به الفروه ديال الشعر، مغذي للشعر وكيحد من المشكل ديال تساقط الشعر، لان السبانخ غالبا الناس موجود دابا بكثره، وغالبا الناس ما كيعرفوش الفوائد ديالو. ولا وضفناه في التدليك ديال الفروه ديال الشعر وضفناه في الشربات ديالنا راه كيعطي واحد النتيجه رائعه لحد من تساقط الشعر. كناخذوا في المثال غير الشربات اللي كنعطي سيداتي، انها شربه كتعاونك بحال اللي كتاخذ واحد المكمل من الصيدليه اللي هو طبيعي فعلا. الا خديتي غير اللفت حنا كنعرفوا اللفت في واحد النسبه ديال النحاس، كناخذوا اللفت، كناخذوا السبانخ، كناخذوا ربعه ديال اللفت وربطه ديال السبانخ، ربطه ديال المعدنوس، القرعه الحمراء ولا القرعه الخضراء. هذه الشوربه خصها تكون عندك دائما في المطبخ ديالك، يمكن لك تفطري بها، تغدي بها، تعشي بها، راه مكمل طبيعي وكيفيد بزاف للجمال ديالنا، للبشره ديالنا، وكذلك لحد من تساقط الشعر. هذه امور سهله وبسيطه وموجوده في المطبخ، واللي يمكن لك توصلي بها لواحد النتيجه بلا ما تخسري بها، بلا ما تخسري الفلوس، بلا ما تاخذي شي حاجه اللي تضيع فيها فلوس. كيف اشرتي ليه حريه، فعلا جوج ديال الامور، التغذيه السليمه بالاضافه للاستشاره الطبيه، هادو جوج ديال الامور اللي كيساعدونا على انه نعالجوا بزاف ديال المشاكل، ماشي غير صحيه وانما حتى تجميليه، لانه مشكل ديال تساقط الشعر في الغالب تتكون اشاره ما اما في الصحه ديالنا او نقص في بعض الفيتامينات او نسوء في التغذيه. معنا ام اسراء، التساؤل ديالها كتقول الله يخليك عافاك، بغيت نسول حريه، انا الوجه ديالي كتشد فيه الشمس يعني دغيا، كندير الفولار ولا النص بيض يعني في الوجه ديالها، ولا النص بيض وكتقول اللون نص سمر بالشمس، فبغات شي قناع يوحد لها اللون. بالنسبه للمشكل غالبا دابا غيكون عندها هاد المشاكل هذا اللي غيسقط الحال، كنلقي من اشعه الشمس. غتاخدي لفته وحده غطيبيها في شويه ديال الماء طحنيها، كتضيفي معاها بيض بيضه بلديه، 2 معالق ديال بيض بيضه بلديه، وغتاخدي معاها معلقه ديال الكاوكاو مطحون، كاوكاو بلدي، كطحني تخلطي هاد المكونات وديري على الوجه ديالك والعنق ديالك بالليل. الصباح ملي تنوضي غسلي الوجه ديالك عادي، ودوزي بواحد الطرونش ديال البطاطا هو الاول، عاد ديري واقي شمسي،
ودائما بالنسبه اللي عندهم التلوين في البشره ديالهم يحاولوا ياخذوا واقي شمسي طبيعي، ما يكونش يعني تانتي، ما يكونش يعني ما يكونش اللون ديالو غامق، ياخذوا عادي عادي يديروا على الوجه ديالهم مع هذه الوصفات، كيحد من المشكل ديال التصبغ ديال الجلد. ودائما انا كنركز دائما لان التصبغ ديال الجلد ملي كتكون لاميلانين عيانه ما كتخليش ما كتكونش عندها واحد المقاومه، لان لاميلانين هو الدفاع ديال الجلد ديالنا، هو اللي كيقاوم الاشعه ديال الشمس. ملي كيكون قوي يعني فيه المعادن ديالو، فيه داكشي اللي كيخصو، راه ما كيكونش عندنا مشكل. كاين غالبا الناس اللي كينظموا التغذيه ديالهم وكيركزوا على التغذيه اللي كتقوي لاميلانين في الصيف، ما كيكونش عندهم مشكل ديال التصبغات ديال الجلد. يعني واخا ما ديرش واقي شمسي، الوجه ديالها تبارك الله ما شاء الله كيشعل. وعاونوا بالعصير ديال السبانيخ والجزر، يعني الا خديتي في مثال ربعه ديال الجزر طيبتيها مع شويه ديال السبانيخ وثلاثه المعالق ديال الزبيب الاسود، كنطيبوا في طرو ديال الماء ونطحنوا، هذا عصير نبقاو نشربوا على طول النهار. دابا حنا مقبلين على فصل الصيف، غادي تبان لنا الفواكه، غتبان السويهله، غادي يبان الدلع، هذه كلها غنوطفوها ان شاء الله في العصائر اللي غتكون لحد من مشكل ديال تصبغات الجلد، وغادي تقوي لنا الماده الميلانين ديالنا. نواصلوا باقي المكالمات معنا. سعاد من مراكش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله سعاد. كيف اختي لاباس عليك؟ لاله حوريه كي دايره؟ لاباس الله يطول عمرك، بارك الله فيك. تبارك الله عليك زعما على الوصفات ديالك، انا راه من المتتبعات ديالك من البدايات ديالك. والله العظيم مرحبا. بغيت عافاك، عندي واحد التساؤل. عندي حب الشباب ما خليت ما درت ليه، مشيت عند واخا الموضوع ديال صباغات الشعر. عندي ماشي مشكل تفضلي. ترمين شد ليا الخط راه ما نطلقكمش اليوم. لا ماشي مشكل. مرحبا مرحبا. بغيت هذيك الوصفه كنت عطيتيها ديال الشريحه، الا كتذكري الشريحه بلديه كتطبخ في جوج كيسان تاع حليب مع صفار بلديه غزاله، كنت درتها وكيما باقيش عقلت على الطريقه. منين عاودتها درت فيها شير جاتني جاريه، بغيتك عافاك تعاوديها ليا وتعطيني شي وصفه ديال حب الشباب. الله يعطيك الخير. وسميتو صافي هذا الشيء اللي، وهاد البحه كتكون عندي بعض المرات في صوتي. انا صوتي رقيق ولكن ما عرفتش واش دوزتي على دوزتي عند الطبيب؟ لا الصراحه ما دوزتش. لا دوزتي من شهر واحد لهنا، ودابا كنلاحظ الا شميت شي ريحه مجهده كنشمها من فمي كتخنقني. واش بالنسبه للوزن ديالك واش كيتزاد ولا كينقص؟ لا انا هو ما كيتزاد ما كينقص. طول متر و76 وفي شي 78 في الوزن. ما هي هذا المشكل اللي عندك، من الاحسن شوفي الطبيب ياك، شوفي الغده الدرقيه ديالك ياك، وربما يكون عندك التهاب في الحلق باش تعالجي. وانا دابا نعطيك واحد الوصفه مؤقته، خذي غير بريز ديال الثومه. عاودي لي الا جات على خاطرك، عاودي لي ديك ديال داك القماش ديال الروجوني وحليب غبره المقشر، حتى هو كتعطيه. في الاول كنت كنديرو وما بقيتش عقلت كيفاش كيجي كيجيني جاري، ومي تنجي بين قومي هكا على وجهي تنولي تندير الزيت العود، تولي تندير الدقيق، ما تينجحش ليا. لا لا هانتي شو بالنسبه للتقشير، عطيني العنوان ديالك وسمحي لي الا قاطعتك، راه مع الفرحه ومع الزربه بغيتي ترجعيني للدار تعطيني العنوان ديالك المحمديه، لان جيت تنسول عليك، تنسول في الفيسبوك ما لقيتش العنوان. مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا بك. الله يخليك سعاد. كثر خيرك. الله يكثر خيرك. الله يبارك فيك. مرحبا. بالنسبه للمشكل اللي عندك، هذاك الخلطه على ما اظن فيها الشريحه، فيها الشريحه والحليب وصفر بيضه بلديه. وإلا جات خذي انت ديك الشريحه طحنيها بداك الحليب اللي فيه وصفار بيضه بلديه، والاضافه اللي ديري دائما عقدي القناع اما باللوز مطحون ولا الشعير دقيق الشعير، ما يكونش جاري. بالنسبه للتقشير، التقشير غتحاولي تاخدي الماء ديال الرز، كنجيبوا الرز المهرس كنطيبوه في نص كاس، كنديروا له جوج كيسان ديال الماء، كنخليوه يغلي حتى كيعقد ديك الماء، كنصفيوه كيولي بحال الحليب، كناخذوا منه جوج معالق، كنضيفوا جوج معالق كبار، كنضيفوا معلقه صغيره ديال الحليب ديال الاطفال، كندهنوا على البشره ديالنا. من بعد ما نظفوا البشره ديالنا كنخليوه على البشره حتى كنحسوا بالوجه ديالنا بدا كيتجبد، كناخذوا رؤوس الاصابع اي زيت عندنا كندلكوا، ونبقاو ندلكوا بحركات دائريه. غير هي بالنسبه انت عندك المشكل ديال حب الشباب، حاولي دقي المعدنوس، يعني خذي غير الماء ديال المعدنوس وضيفي معاه معلقه ديال زيت اللوز، وحاولي تدلكي به الوجه ديالك يوميا بالليل، وملي تنوضي في الصباح حاولي الكرومب. الكرومب دابا راه موجود لي شو، غتاخدي الوريقات ديال الكرومب غتقطعيهم طريفات صغار، كبي عليهم تقريبا جوج كيسان ديال الماء وخليهم في الثلاجه. في الصباح ملي تنوضي هو اللي الماء، اول ما هو اللي تغسلي به وجهك هو ديك الماء ديال الكرومب. بالنسبه للقناع حتى هو كيحد من المشكل ديال حب الشباب، كتاخدي معلقه ديال الشعير دقيق الشعير، وكتاخدي معلقه ديال زريعه الكتان كطحنيها حتى اللحظه اللي تبغي تستعمليها، كديري ثلاثة المعالق حتى أربعة المعالق ديال الماء ديال الجزر، كتخلطي هاد المكونات مع معلقة صغيرة ديال زيت العود،
كديري قناع على الوجه ديالك دائما القناع خصنا ننظفوا عاد كنديروا القناع وقبل ما نحطوا القناع نديروا تدليك خفيف للبشره ديالنا باش كتنشط الدوره الدمويه. اذا غادي ناخذ اخر مكالمه معنا للاسف مقشنا الوقت. فاتحه من الرباط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله فاتحه. بغيت ناخذ استشاره من عند خبيره. اييه تفضلي مرحبا. الله يخليك. عندي واحد المشكل شعري. انا تندير هذوك هاد الملونات الطبيعيه الشعر مي القدام ديالي ديال الشعر ما كيشد لياش ديما اللون شعري تيبقى اللون ديال اللون ديال الشعر كيفاش داير؟ شعري بكثره ما تندير ليه الحنه الماء الطبيعيه تندير رمانق تندير المهم كلشي طبيعي ولا غادي الاكاجا. واخا انا غادي نعطيك وصفه غير القدام ما تيشد ليه تلقي شويه ابيض شويه اصفر شويه احمر. كديري الحنه؟ تندير الحنه مره مره ماشي ديما ولكن مره مره تندير مع التخليطه ديال العشب. واخا انا غادي نعطيك واحد الخلطه. انت بغيتي يكون شعرك قهوي ولا كحل؟ بغيتو قهوي. غتاخدي شوف غتاخدي العفس راه كاين عند العشاب. شكون هو؟ العفس. العفس واحد العفس العفس نعم راه بحال القرقع هو صغيور. غتاخدي واحد تقريبا واحد 20 حبه كتقليهم شويه في الزيت حتى كيوليو اللون ديالهم اسود. كتصفيهم من بعد كطحنيهم. ملي كيطحنوا كتضيفي لهم جوج معالق ديال الشوكولات. جوج معالق ديال الشوكولات الاسود راه كيتباع دابا في الاسواق. صفار بيضه بلديه ثلاثه المعالق ديال زيت العود وكتزيد معاهم معلقه صغيره ديال الملحه. تخلطي هاد المكونات وقبل ما ديري على الشعر ديالك حاولي ديري محلول بالريحان والزعتر. يعني كتاخدي الريحان والزعتر نص كاس نص كاس كتكبي عليهم كاس ديال المطايب خلال الاسبوع تبقى ترشي بداك البخاخ. وهاد الوصفه اللي عطيتك ديريها جوج مرات حتى ثلاثه مرات في الاسبوع وراه الشيب ما غيبقى لكش يبان الا تبعتي هاد النصائح هادو. ودائما الشامبوان ركزي على الشامبوان ديال الاطفال. والشامبو اللي غادي ديريه دائما دخلي فيه العشبه اللي دخلتيها في على حسب اللون اللي انت اللون اللي بغيتيه انت. نختم بواحد القناع اللي طلبوني بزاف دابا باختصار. جزره وحده كنطيبوها في الماء صغيره بالقشور ديالها كنطحنوها بحال كتولي بحال كريمه كنضيفوا لها معلقه ديال الزبده بلديه وصفار بيضه بلديه ومعلقه ديال العسل الحر ومعلقه صغيره ديال زيت العود. هذا القناع فعال لحد من التجاعيد وحتى التجاعيد ما كيبقاوش كيغبروا بصفه نهائيه. نعاودوا قلتي لنا خيزو. خيزو كنطيبوها مع صفار بيضه بلديه مع معلقه صغيره ديال العسل مع معلقه صغيره ديال زيت العود. كنخلطوا هذا القناع ونديروه على البشره نخليوه ساعه ساعتين ماشي مشكل. نديروه على العنق والبشره ونخليوه ومن بعد كنغسلوه. هذا رائع لحد من التجاعيد وكيعطي واحد الرطوبه للبشره ديالنا ما شاء الله. هذا هو السؤال اللي جاني دابا في الواتساب. تبارك الله عليك حوريه شويه خبيره الشعر والتجميل مشكوره جدا على كل هذه النصائح والمعلومات التجميليه اللي قدمتينا اليوم بخصوص موضوعنا التجميلي حول صباغه الشعر بالوان طبيعيه. شكرا لكم مستمعنا لحسن المتابعه والاستماع البرنامج اللامولاتي لكم تحيه وفاء فائز رفقتنا اليوم في الإخراج لمياء البكري صابوري فوندا في البرمجة الموسيقية وسميحة شوبي في التنسيق واستقبال مكالمتكم الهاتفية. نتمنى لكم بقية أوقات ممتعة جدا برفقتنا على ميد راديو الإذاعة القريبة منكم.